السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. فلسطين البداية وفلسطين الحلم، حلم كل عربي يكتبها في قلبه قصيدة، وحلم أمة لا تزال ثابتة على هذا الحق الذي لن يتنازل عنه الأحرار مهما قابلتهم في الدرب من صعاب وعراقيل. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة، وفيها نسلط الضوء على تجربة فلسطينية واعدة. معنا هنا في الأستوديو الشاعرة الفلسطينية الأستاذة سمية أبو عطا. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد يا سمية. أهلا بك أستاذ مصطفى، أهلا بك وبقناة الرافدين، مشكورة. أهلا بك. في البداية توطئة قصيرة عن سمية أبو عطا نقدمها للجمهور العراقي وجمهورنا العربي على امتداد الخريطة الواحدة. ماذا تقول سمية؟ تفضل. سمية لاجئة فلسطينية من مدينة يافا المحتلة عام 1948، ولدت في مدينة غزة، وهناك قضت الجزء الأكبر إلى الآن من حياتها. فيها درست الأدب العربي، ثم انتقلت وعشت نحو 9 سنوات في ماليزيا لإكمال الدراسة هناك في اللسانيات، في الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه. الآن أقيم في إسطنبول. أنا فلسطينية، أؤمن بالأمل، أؤمن بالمستحيل، ولكني أكفر أحيانا بالعقل. جميل جدا. إذا أنت من يافا، وهذا قاسم مشترك يجمعنا، فلسطين تجمعنا ويافا كذلك يا سمية. قبل أن نذهب إلى الشعر أستاذة سمية، يعني بحسب قراءتك ومتابعتك، ما الذي يميز القصيدة الفلسطينية عن غيرها من القصائد الموجودة على الساحة؟ القصيدة الفلسطينية يميزها أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، ولكن برأيي تتميز بأنها كما نقول بالعامية كبيرة رأس. القصيدة الفلسطينية عنيدة وجكرة وفيها تحدي كبير. واضح للجمهور العراقي يعني والعربي شو يعني جكرة. ماذا يعني أن تقول جكرة بالفلسطينية؟ يعني رأسها كبير، هكذا كبرة الرأس. ماذا يعني أن يقول محمود درويش للمحتل سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل برأس الصفحة الأولى. بهذا التحدي الكبير والكبرياء الجميلة المحبوبة المحبذة في مواطنها، في المواطن الثورية، كبرياء الواثق من حقه، الواثق من حقه. كثير من الألم في القصيدة الفلسطينية، كثير من الوجع، لكن ليس ألم اليائس. نعم. الألم الجميل الدافع للأمام. الدافع للأمام، هذا الألم الجميل ربما يحفزنا ويشنف آذاننا من أجل قصيدة أولى ربما تكون بكورة القصائد التي ستقرأيها. لك حرية أن تختاري ما تحبين. من الأشياء الصعبة أن أحيانا الألم يكون أكبر حتى من حجم أن يدرك بالعقل. نعم. فربما يدرك احيانا بالجمال. أحسنت. اذكر حين كنت في احدى الحروب في قطاع غزه، استهدفت طائرات F-16 منزل عائله جيراننا، احد قريبا. نعم. من جيراننا، من عائله الدلو، وقتل الله. كل من في العائله باستثناء الاب، خرج مصابا باصابات بالغه، اظنه الان بخير، وطفل صغير في 7 من عمره. ولذلك هذا الطفل كتبت له قصيده ان سمحتم لي. اقرأي ما تحبين. نغني فضل. موطني. نغني موطني. موطني. والقصيدة مهداة إلى أقمار عائلة الدلو الشهيدة. تفضل يا سمية. أقول: حين كنت على لسان الصغير، حين كنت أدغدغ الأحلام، كان دمعك معجزا صواما، والطفولة لم تكن بعد ذنبا، والحواديت لم يعادي نساما. هدهدتني ولون دمي أزرق، ألبستني حنانها لأناما، نمت والموت كان فوقي يعوي، واستفقت فما عرفتك ماما. الله، أعيدي. نمت والموت كان فوقي يعوي، واستفقت فما عرفتك ماما. صوت أمي معي إذا ما رأيت ابنا وأما وإخوة في الشوارع، علمتني بأن أحب الحياة وموطني، أن أحب شيخ الجامع. جاوز 70 طفلك يا أمي، وما اجتاز بعد عاما سابع، أزهقت عمره بقاياه حبا، كبرت قبله مآقل مدامع. أزهقت عمره بقاياه حبا، كبرت
قبله مآقل مدامع. يا الله. كلما حفني سكون ونسيان غزت فؤادي أجياش ذكرى أطفأتني فعاد وجهي كهفا وتشظيت كالمدامع جمرة هل أطيق بأن يظل الأحبة في ضلوعي مهما ترفقت أسرى أخرجوا فالحياة بعد فراقكم استحالت أمام عيني قبرا ما الحياة سوى الممات فهل تحيا بشوق يؤز روحك فجرا هل علي بأن أعيش جنوني أم أصدق ما تقول الحقيقة هل علي بأن أعيش جنوني أم أصدق ما تقول الحقيقة سأحمل طفل قلبي شوقا وعلى حامل النوى أن يطيقه وأعيش مع الرجال من الآن وأسقى من السلاح رحيقه لن يميد علي حزني لأن قد تعايشنا فصرت شقيقه ها أعود إلى المدارس عملاقا وتبدأ من جديد حصة وسيضحك من جديد صغير لم يجرب برد فؤادي وقرصه وأروض كل يوم شفاهي أنتعي موطني وفي الصوت غصة ويغني هناك طابور الصباح وأبقى وراءه لأرصه لا زلت هناك أنت يا سمية أيضا في طابور الصباح أظن ذلك باعتقادك أظن. هذا الطفل هل سينسى يوما ما حصل معه؟ هل يمكن أن يسامح؟ هل يمكن أن يصالح؟ هل يمكن أن يغفر؟ لا هذا من سابع المستحيلات يجب أن تقول سابع المستحيلات أمام الفلسطيني لأنه لا يؤمن بالمستحيل الأول من سابع المستحيلات لكن هل سيعيش؟ سيعيش؟ هل هو قوي وهو محارب؟ الأطفال يعني يصدق فيهم قول عمرو بن كلثوم إذا بلغ الصبي لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين أمامنا نماذج عايشناها أنا لا أقول كلاما في الهواء من ناس أكيد تشوهوا بالألم لكن لم يستطع الألم أن يطمسهم تماما أو أن يقتلهم استطاعوا أن ينجحوا ويكونوا عائلاتهم وما تعرضوا له من صعوبات يجبرهم أو يجعلهم ثابتين على الدرب غير مستعدين لأن يتنازلوا عن ذرة تراب واحدة لأنك دفعت جزءا من الثمن نعم. مسبقا أنت لأن هذا التراب مجبول بالدم أنت دفعت جزءا من الثمن سابقا ولا يزال الفلسطيني يدفع يا سمية ما الذي تعنيها الغربة للشاعر الفلسطيني خصوصا إذا كانت غربته مركبة هي غربة على غربة بالفعل أنا سبق قلت لك أني أصلا لاجئة صحيح نعم. لم أهجر بشخصي أنا سمية لم أهاجر لكن هجر أجدادي وهناك وطن لي بنيت على أنقاضه تل أبيب مثلا أو قرب أنقاضه تل أبيب عاصمة لدولة تزعم سرقوا بلد يا رجل سرقوا بلدا كاملا ثم تنتقل تترك كل شيء مجبرا أنت عليك أن تبحث عن الحياة في مكان ما ولا يغادرك المشكلة أنك حتى لو تعمدت أن تغادر هذا المكان لن يغادرك في البداية انتقلت أنا في عام 2013 تقريبا من فلسطين إلى ماليزيا كوالالمبور للدراسة في البداية تمر بأزمة حقيقية يا الله. طب الخروج الأول طبعا للفلسطيني من هذه علبة الكبريت العظيمة الجليلة لكن المسمى غزة غزة صغيرة جدا لكنها كبيرة بأفعالها طبعا عظيمة وعظيمة وفوق الرأس ولكن الشعب الفلسطيني مغلق عليه يعني أنت في حصار الذي يخرج فعلا كنت في سجن وتحررت لا يعدتك عن العالم وناس تخرج إلى الحج مثلا وتعود نعم. في فلسطين نصف حديثها عن الحج والنصف الآخر عن الطائرة كيف تقلع طائرة سمت. كيف تعيش مغامرة الطائرة هذه أشياء من أبسط حقوق الإنسان أن يكون لديه اليوم مطار ويكون لديه الحرية في التنقل نحن كنا في الإعدادية تقريبا في بداية الثانوية حين فرض علينا حصار قاسٍ منع عنا كاد يمنع عنا الهواء في قطاع غزة ولكن تجربة الغربة للفلسطيني هي أو للشاعر تحديدا هي تجربة ثرية قاسية نعم لكن لا يمكنني أن أنكر كل ما يعني أن أتكلم بألم محض كانت أشبه بالمخاض تستطيع أن تلد فينا أشياء جديدة خاصة في البداية في المرحلة الأولى ترى كل هذا الجمال ماليزيا خضراء
يعني وتراها من الطائرة سجادة خضراء منفرشة بالأسفل، لكن تشعر أنه هناك شيء. ولحظي أنا وصلت إلى البلاد كانت تعاني من تلبدت بالغبار نتيجة حرائق في دول مجاورة. نعم. لجأوا وقتها لرش الهواء أو الغيوم بمواد تثير فيها المطر. فكنت يومها أقول أعيد إلى ناي الأغاني عذبة، ففوضى نشاز الدم تجدح قلبه. يا الله. وهل غير غصن في فلسطين يطرب المعنى بعش مذرآه أحبه؟ وكيف يطيق جناحي الطير في سمن تلظى بها الأشواق من غيظ غربة؟ فتحت عيوني في منافي لاجئا وهاظلت أحيا نكبة فوق نكبة حنانيك يا طفل الجوى، إن في النوى توحش أشواق وأنياب ذئبة. سيذبل قلب إن تعطش للثرى ولو خاض في صخر المجاهيل حربه. أعيد إلي حفيف زيتونة الهوى، أعيد إلى التفاح في الشعر نخبة. أعيد إلى التفاح في الشعر، في الشعر نخبة. نخبة. لعل أشد أشكال الغربة فتكا بروح الشاعر يا سمية هو البعد عن الأهل والأصدقاء، أم ربما كانت غربة الإنسان عن روحه هي الأشد فتكا بالنسبة لسمية أبو عيطة، أم ربما لك رأي مختلف؟ شوف، هي غربة الفلسطيني عموما وأنا واحدة من كثر، هي غربة وليست اغتراب. نعم. يعني ليست هذه الحالة المرضية التي تخرج مثلا تفقد الإنسان الأمل وتفقده إيمانه بالجدوى وبالعمل فيتحول إلى عاجز وبالتالي لا يؤمن. نعم. حتى يفقد، لا بالعكس، الغربة تثير فينا مكامننا، تثير فينا الأشياء الجميلة التي فينا، حنيننا للوطن. أنت في الغربة ولكن تستيقظ على أخبار اقتحامات المسجد الأقصى وتنام عليها، تتابع النشطاء وهم يخرجون. تشعرين أن فلسطين ترافقك أينما ذهبت؟ أينما كنت، في الدم الفلسطيني. أنا عندي طفلين، لدي طفلان يعني أبنائي. نعم. مجد وجاد. مجد في الخامسة من عمره، ولكن هو يعرف جيدا ماذا يعني المسجد الأقصى ومتى سنصلي، وحين يرى أحد الجوامع مثلا في بشاك شهير أو ربي يحفظ أو غير لك يا يقول أريد. جاد الأصغر قليلا يجري إلى صورة المسجد الأقصى إذا ما زعل من أحدنا في البيت وقل لا أريدكم، أنا أريد الأقصى. هذان لم يريا فلسطين، لم يريا فلسطين ولم يزورها، لكنها التربية والتنشئة لكن والغرس، التربية والغرس، وشيء أنت لا تريد، يعني تريد أن تغرسه في أطفالك لكن دون أن يفقدوا طفولتهم. مع ذلك تجده ماذا حدث، يتابع بشغف خبر فلسطين ويعرف أنه فلسطيني. الهوية يجد نفسه فيها. جميل يا سمية، ما الذي يحفزك على الكتابة؟ حدثينا عن محرض الإبداع الخاص بك، ويا ريت تكوني صريحة وتحكي بصراحة عن علاقتك بالشعر اليوم. كيف؟ سأكون صريحة. أنا المحرض الأول لي منذ كتبت الشعر، وربما أول مرة كتبت الشعر وأنا في العاشرة في الصف العاشر. الليل، أنا أكتب في الليل، هذه العتمة، العتمة في الليل فعلا تستفز أجمل ما بي، إضافة إلى منظر الحشود في الميادين، الجماهير في الميادين والأعمال الثورية عموما. لا أستطيع، وهذه ربما تكون، لا أستطيع أن أنتظر قليلا لا تحب تأجيل هذه المشاعر. نعم. فورا إذا فورا فرضت نفسها تستجيبين إلى فورا هذا النداء. لا، حتى لا أكتب على مثلا نوت في الموبايل، أحيانا أكتب. نعم. على النوت مباشرة على صفحة فيسبوك، سقط أو ارتقى شهيد يجب أن يمجد هذا البطل الذي بمنتهى الثقة بالتسع رصاصات. أحسنت فقط قلت ارتقى يا سمية، ارتقى بالتأكيد، يجندل من يجندلهم بتسع رصاصات فقط، وهو فتى اسمه رعد يجب أن يمجد في لحظتها. الرعد الحازم. الرعد. والليل، من الليل يستفزني، وكتبت أشياء إن وجدتها هنا لليل. اقرأي ما تحبين. لروح رعد، لفلسطين، رحم الله لليل، اقرأي رحم الله رعدا، لأي فكرة لا تزال تسيطر على
أقول نفسك تفضلي. وما الليل إلا نسمة في لحوننا، إذا ضيعت ما عادت الشمس تصبح. هو الليل ذباح يقربنا لنا، ولسنا نلوم الليل إن كان يذبح. فمذ خلق الشعر استحالت دموعنا ورودا، لدى عتماته تتفتح. فهل غادر الشعراء ليلا يحبهم، نعم، يذيب القوافي في دجاهم فتفصح. يا الله. مع الليل أشرب عمقا وشايا، أدندن همسا فأوقظ نايا. فنحن بلا الليل حقا ضحايا، كورد يفتش عنه الربيع. مع الليل تنمو لدينا الحكايا، وتصحو من العتم أحلى المرايا. فأطفئ كل الشموع سوايا، وأحتل نفسي بما أستطيع. وأحتل نفسي بما أستطيع، ونحن مع الليل أيضا ضحايا، هكذا يقول أهل غزة يا سمية، ما رأيك؟ نعم، حكايتهم مع الليل، ليلهم يختلف عن ليلنا بالتأكيد. الليل في غزة طويل، يا الله، والليل في غزة معتم. من أكثر الأشياء التي فاجأتني بألم في الخارج أنه الليالي في خارج غزة ليست معتمة. الأحياء لا تنام، المدن لا تنام، لكن غزة تنام مجروحة، تنام على العتمة حقا. تستحق ليلا هادئا وهانئا. تستحق بالتأكيد، فمن؟ عساه يكون قريبا أكثر ما تميلين إليه من ألوان الشعر قراءة وكتابة، ولعلك تخبريننا عن السبب. أنا ثورية، أنا إنسان ثوري، نعم، وشاعر ثوري. أميل لكتابة كتابات الثورة والمقاومة، وأميل بالتأكيد للكتابة في الحب والحرب. لكن أتمثل قول تميم البرغوثي، ففي كل شيء دعي لي همومي، فالليالي شحائح. متى نفعتني يا هديت النصائح، بنفسي فتى سهل الخلائق طيب، يعاند دهرا قاسيا لا يسامح. ويكثر قول الشعر في الحرب للهوى، لأن الهوى لو قيس بالحرب جارح. ففي كل حرب ثم حق وباطل، وفي الحب لا هذا ولا ذاك واضح. الله. فإن قال لا أهوى فليس بصادق، وإن قال أهوى أخجلته المذابح. وإن قال أهوى أخجلته المذابح، هكذا هو واقع الفلسطيني يحمل قضيته في فكره، في باله، في قلمه، في حياته، ويورثها حيا وميتا لمن يكملون الدرب من بعده، أبناؤه أو كل من يستحقون أن يكونوا خدما لهذه القضية الحرة ويتشرفون بذلك. عن فلسطين كما تحبينها، حدثينا قليلا. أذكر فلسطين أحبها قوية، أحبها ثائرة، أحبها مؤمنة بحقها، نعم، أحبها بصورتها هي هي هي، دون إلباسها أي ألبسة أخرى لا تليق بها. فلسطين ولدت ثائرة، ستعيش ثائرة وستنتصر. أذكر مرة قرأت قصيدة لأبي نواس. انظر أينما قرأنا أستاذ مصطفى في الأشعار ترانا، وأينما ذهبنا ترجع الريفرنس كما يقولون، فضل مقياسك وبوصلتك هي فلسطين. صحيح. كنت أقرأ لأبي نواس وأنا أيام الجامعة قبل سنوات، كان يصف ديرا زاره وقال: يا دير حنة من ذات الأكيراحي، في منطقة أظنها في لبنان. من يصح عنك فإني لست بالصاحي، رأيت فيها ظباء لا قرون لها، يلعبن منا بألباب وأرواحي. أنا فورا عدت إلى فلسطيني يعني. وماذا قلت؟ قلت: لا عاذل في الهوى في الحب لا لاحي، غنيتها والدمى صبح بمصباحي. غنيتها مذ عشقت الأرض حانية في البرتقال وزيتون وتفاحي، في الكرم في اللوز في النارنج يسحرني، في زعتر من علا الفردوس فواحي،
هذه فلسطين يا أمطار ساحلها، يا صدق غيث شهي اللون سحاحي. هذه فلسطين ويا أمطار ساحلها، يا صدق غيث شهي اللون سحاحي. قد أمطرت في نفوس القوم طيبتهم، فالنفس إن تلقهم قالت ألا ارتاحي. غنيتها والجراح السود تسكنني، دثرتها من عطاء الروح والراحي. يكفيك تعذلني، إني خلقت لها منها وفيها، فداها كنت يا صاحي. لو عاش فينا أبو نواس كان شدى صب دمائي، فترب القدس أقداحي. رأيت فيها ديارا لا انكسار لها، نحمي حماها بألباب وأرواحي. رأيت فيها ديارا لا انكسار لها، نحمي حماها بألباب وأرواحي. أو كان أسكره لطف الديار هنا هناك، لا دير حنة لا دير حنة من ذات الأكيراح. أو كان أسكنه لطف الديار هنا، لا دير حنة من ذات الأكيراح. لا دير حنة من ذات الأكيراح. فلسطين هنا، حتى وإن كنا هناك يا سمية، هنا فلسطين هي حاضرة دائما، ولا بد أنها متواصلة معنا. لكن لا بد أن نخرج إلى فاصل واستراحة قصيرة الآن بعد هذه الجرعة المتدفقة من الجمال الذي لا انقطاع له، لكن لابد من استراحة. ما رأيك؟ تفضل. إذا مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعرة الفلسطينية الأستاذة سمية أبو عيطة. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية مجددا. أهلا بك أستاذ. أستاذة سمية، الحديث قبل الفاصل عن فلسطين، وأيضا يستمر فيما تبقى من هذه الحلقة المميزة جدا بوجودك معنا، ويستمر عن فلسطين كذلك. ربما نريد أن نتحدث الآن عن أكثر ما يجب أن يميز الشعر الفلسطيني، خصوصا في هذه الأيام في ظل الهبة الواسعة، سواء في الداخل المحتل الحر قريبا أو في الضفة الغربية المحتلة. أبرز ما يجب أن يمثل الشعر الفلسطيني في هذه الأيام، أو ما يجب أن يتشبث به ويتمسك به ويقدمه. الشعر الفلسطيني اليوم عليه أن يبقى كما هو، شعرا مشتبكا. لا أقول ألا يؤمن بأن الشاعر يقف على كرسيه العاجي، يجلس على عرشه العاجي في الأعلى، يحاول أن يولد استعاراته. أنت تؤمنين بنظرية المثقف المشتبك؟ المثقف المشتبك، رحم الله صاحب هذه النظرية. المثقف المشتبك والشعر الرسالي الملتحم مع العالم، مع الناس، مع الجماهير على الأرض. لن يقرأك أحد إذا كنت ستنتظر شهراً لتبلور استعاراتك وكناياتك وصورك. القصيدة الفلسطينية من أجمل ما يميزها، أكاد أجزم إلا قليلاً، أنها صادقة. صادقة تصدقها التجربة. ماذا تريد؟ كثير من الشعراء الفلسطينيين استشهدوا، وكثير من القادة الشهداء الكبار كتبوا الشعر. الشعر الفلسطيني رسالي وصادق، وغالباً القصائد التي لا تشتبك ولا تخرج في ساعتها يكشف كذبها. أحسنتي. باسل الأعرج فكرة، والفكرة لن تموت. رحم الله الشهيد باسل الأعرج، كان يقول عش نيصاً وقاتل كالبرغوث. يا الله. باسل الأعرج. اليوم لدينا ساحات السوشيال ميديا، لم يعد الشعر مثل ما كان أيام الجاهلية، أنه الناطق الرسمي باسم الشعوب اليوم، ولكنه لازال محرضا وعاملا ثوريا. نعم. وإلا لماذا غتيل راشد حسين، ولماذا يستشهد من أمثال عبد الرحيم محمود في معركة الشجرة؟ أحسنت. الشعر خطر، الكتابة، العمل، القلم محمود. القلم خطر، الرسالة التي تحرض خطر.
الشاعر خطر والاحتلال يدرك ذلك جيدا. يبدو أنه لا مفر من الحديث عن عبد الرحيم محمود رحمه الله وعن شعراء آخرين فلسطينيين حفروا عميقا في تجربة النضال الفلسطيني، لكن بعد ما نأخذ منك قصيدة جديدة. طيب. اقرأي ما تحبين، وبعد قليل نتحدث عن عبد الرحيم محمود ومن سار على دربه مضحيا بدمه من أجل هذه القضية. تفضلي سمية. أقرأ قصيدة قصيدة كتبتها أول ما وصلت إلى اقرأي ما تحبين. أول ما وصلت إلى ماليزيا وتركت فلسطين، خرجت من ماذا فلسطين. قلتي؟ قلت لك كانت الأجواء مغبرة جدا، ولم يعد هذه الأشياء سحرتني في البداية، ولكن في كل مرة تقول يا رب لو لبلادنا، ترى الطائرات مثلا في بوترجايا فوقك تقل الناس وتسمع صوتها، تقول نحن حين كنا نسمع الطائرات نسمع يعني نشعر بارتباك والخوف. هنا جميلة، تجلس في حديقة وحولك المساحات الخضراء، وفي الأعلى ترى طائرة عادي من مطار، لكن في فلسطين الأمر مختلف. كان ذاك في آذار، قلت آذار يا هاب، تعرف آذار في فلسطين أستاذ مصطفى؟ نعم. آذار يعني الربيع. أكيد. آذار يا هذا الجميل الأشتهي قربه، آذار ما لك مغبرا مغبرا أتعبت في الغربة. يا الله. حر وأبخرة وأمطار يصنعها البشر، لا لون للمعنى ولا طعما لهالات القمر، ما عاد لون العشب يسحرني بدون بلادي، وكأنني مذبت في المنفى فقدت فؤادي. يا الله. يا حضن أمي في المساء ويا صباح أبي، هذه شياطين المنافي أتعبت شهبي، تركت كمان الشاعرية بدون موسيقى، يزداد عقلي نضجه أزداد تمزيقا. ولما رأيت السنون في السماء، نعم، في ماليزيا كان حرا ومحلقا وكأن السماء بلاده، فأشعرت هي بلد الفصول الأربعة، قسوة هذا المشهد قاسا. فقلت لصديقي السنونو: تمهل على قلبي فإني بغربة يزيد لظاها أن أراك طليقا، رقيق وذباح ليست غريبة، ولكن حد السيف كان رقيقا، تصف جناحيني فتنساب دمعتي وتقبض روحي في السماء. يا صديقا تمهل على قلبي فما زال شاعرا، وإن لبعض الشعر فينا حريقا، كلانا يقول الشعر كيف يشاؤه فلا تقسو، إني بعده لن أطيق، جمال السنون في السماوات لوحة جناحاه فيها يعزفان الموسيقى. جناحاني أو جناحاه فيها يعزفان الموسيقى. يعزفان الموسيقى، ولك أن تكسر الموسيقى أو أن تبتدعي موسيقى خاصة بك لا بأس. عبد الرحيم محمود، هذا المعلم مخرج الأجيال الذي أجبر على الغربة وتنقل ما بين الشام والعراق ومن ثم عاد إلى فلسطين، هذه الحياة القصيرة التي ربما لم تزد عن 35 إلى 40 عاما، وهذا الرجل الذي دفع دمه مقابل ما يؤمن به، وقال في يوم المسجد الأقصى: أجئت تزوره أم جئت من بعد الغياب تودع، أم جئت من قبل الضياع تودعه، كما لو أنه يستقرئ مستقبل هذه القضية، وأن كثيرين من أصحابها للأسف سيتخلون عنها وللأسف ينفضون. وهو الذي قال فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. الله. في قصيدته الشهيرة الشهيد، التي مطلعها على ما أذكر: بقلبي سأرمي وجوه العداة، وقلبي حديد وناري لظى، وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجنان حرام الحمى. عظيم جدا. هذا الشاعر الذي كتب بالدم يستحق أن يكرم. هل ترين أننا أمة للأسف تعزف عن تكريم المبدعين الحقيقيين الذين كتبوا بالدم قبل ما يكتبوا بحبرهم؟ نحن نحتفي بالشهداء بالشعراء، ونحتفي بكل طاقاتنا، للأسف متأخرين يعني بعد وفاتهم. نعم. لا نكرمهم أحياء، ربما لأننا نكرم الشهداء فبقيت فينا عادة هكذا.
لكن أفضل تكريم أو أجمل تكريم يمكن أن يحوزه شاعر هو أن يعلم لتلاميذ المدارس. أنا أذكر هذه القصيدة موجودة في المنهاج الفلسطيني اليوم وتدرس وأيضا لحنت وتغنى. تكاد تكون هي الأنشودة الثانية الأكثر شهرة في العالم العربي بعد قصيدة موطني التي كتبها إبراهيم طوقان، وهو بالمناسبة يقال إنه أستاذ عبد الرحيم محمود وهو من اكتشفه إلى جانب عبد الرحيم محمود. وكم من تلميذ فدى أستاذه يعني أحسنتي يعني، وهذا الشبل من ذاك الأسد أيضا يعني. إلى جانب عبد الرحيم محمود، وإن كان إبراهيم طوقان تجربة لا بأس بها وتجربة كبيرة جدا، أنا أعتذر عن لفظة لا بأس، تجربة كبيرة جدا، صامت لو تكلم، لكننا نريد الآن أن نستذكر نماذج فلسطينية حقيقية مؤثرة تبنت النهج النضالي وتستحق أن تذكر في مثل هذا الحدث وهذه الحلقة. إبراهيم طوقان لم يكن شاعرا يعني يجلس بطقوسه الليلية مثلا ويحتسي فنجان قهوته ويكتب الشعر، وكان صحفيا وكان مشتبكا، أخته فدوى طوقان مثله، كانت العائلة كلها عائلة أشبه بعائلة البرغوث اليوم في فلسطين، عائلة من ملتحمة تماما مع الأدب بشكل مقاوم ومشتبك. إبراهيم طوقان، إذا ذكرت صامت لو تكلم، أنت حين العظيمان الكبيران كاتب التغريبة ومخرجها حين، والملاحظة سميت التغريبة الفلسطينية تجربة الغربة، حين اختارا شارة لمسلسل التغريبة اختارا قصيدة إبراهيم طوقان لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلمة وبلادا أحبها ركنها قد تهدم. ماذا نفعل؟ راشد حسين مثلا، راشد حسين من الشعراء الذين مظلومون جدا، أنا برأيي يكاد يكون الشاعر الفلسطيني الحديث الأول من حيث النضال الفلسطيني، إلى جانب طبعا لا يمكننا إغفال محمود درويش وسميح القاسم، لكن راشد حسين دفع روحه ثمنا، اغتيل في نيويورك، دفع روحه وبقي مشتبكا لآخر رمق في حياته، قتل على هذا الطريق. ويكفي، القائمة تطول. نريد قصيدة جديدة الآن، ماذا ستقرأين؟ أقرأ من الأشياء التي تعيننا هنا في لا بأس لك أن تقرأي قصيدة لها علاقة مثلا بتجربة الغربة وتجربة السفر، أم أن النص مختلف؟ كنت في بدايات غربتي. تفضلي. تعرف نحن كنا في غزة وكنت معنا أستاذ مصطفى، كان هناك فعلا حراك ثقافي حقيقي أدبي يتشكل طبعاً. في السنوات الأخيرة غدت يعني مغادرتي أو خروجي من البلاد، وكان هذا الوسط حقيقي يستفز فيك، تشعر أنه كما يقولون صاحب ساحب. كانت هناك دفعة جميلة من الشاعرات والشعراء في غزة في ذاك الوقت، وأنا حين خرجت افتقدت كثيرا هذا الجو، هذا السياق. القائمة تطول، لا نريد أن نذكر أسماء كي لا يغضب منا أحد، لن أذكر لكن إحدى صديقاتي التحية، كل التحية لهم جميعا طبعا، لأنهم المرابطون على ثغر الكلمة وعلى ثغر الثبات من أجل هذه القضية، كونهم هم الذين لا يزالون هناك وثابتين على العهد. كنت أحن لموضوع الارتجالات في بعض المهرجانات أو الأنشطة الثقافية، كان هناك تخرج صورة لأسير مثلا يطعم عصفور ومسابقة ارتجال الآن نكتب أبيات مباشرة عليها، افتقدت كثيرا هذا، وكنت أراسل صديقاتي بين الفينة والأخرى للارتجال والمجاراة والرسائل الشعرية. فقلت لإحدى صديقاتي يوما، متى استلت الذكريات ارتعشنا على مذبح سيفه جائر، فلا عاش شعر بلا آهه ولا حط في فرحة شاعر. الله. تقدينني عند سكر الصباح، فلا غلقت بابها القاصر، ولا أدخل السجن يوسف إلا ليملك مصرفة قادر. جناحان كنا جناحان ظلنا، ولما يحط بنا الطائر. أجابتني واسمها سمية، يحن إلى طينه الشاعر، ويفدي محبيه إن غامروا، إذا امتدت الروح أعطت جناحا كجبريل يرقبه الناظر. تصلي بنا ذكريات المآسي،
وماض يؤججه الحاضر، يا الله. مضت عن قصيدي معاني هواه، وكل المحبين قد سافروا، كأن خلقنا أسار القصيد وفي دمنا الخاطر الآسر. كأن خلقنا أسار القصيد وفي دمنا الخاطر الآسر. هذا الخاطر ربما يقودنا إلى سؤال مختلف يا سمية، كيف يمكن للشعر أن يعيننا على تشكيل واقع أفضل من وجهة نظرك؟ الشعر رسالي وجمالي، وليس أقوى من الجمال لكي يحارب القبح. تجد في كل شيء، مثلا اليوم اقتحامات المسجد الأقصى المبارك التي تحدث، ترى صورة الجندي الذي يضرب طفلا، يضرب أو يعتدي على فتاة، يعتدي على الفتاة، وهناك صورة لجنود يهاجمون طفلا صغيرا يهرب منهم فيضربون أباه أمام عينيه. هذا الجمال الله. من أجمل برأيك؟ لمن المكان؟ لمن المكان؟ للطفل بجمال الطفولة وبراءتها، أم للجنود المدججين؟ لمن المكان؟ للصلاة وللمساجد، أم للعساكر والهروات؟ لمن المكان؟ للجيش أم للصلاة؟ للصلاة وأهلها. لمن الأماكن المقدسة؟ الصورة اليوم تتكلم. نعم، هي لفلسطين وأهلها الثابتين الباقين على عهد حريتها القادمة لا محالة. إلى نص جديد مما تحبين وتفضلين قراءته في هذه الحلقة. ربما ظل من الوقت ما يتسع لقصيدتين، لك أن تختاري إحداها الآن، ومن ثم نذهب إلى الثانية بعد سؤال أعمل على إعداده وتجهيزه لك. فلسطين تفضلي. في الروح، وفلسطين لا تنفك ولا تنفصل أكيد عن واقعها العربي، عن أرواح الشعوب الهادرة في الميادين، عن كل نفس ثوري نتأثر بمحيطنا طبعا. والثوري هو أول الثوار، الثوري هو أول الثوار. لذلك كتبت قصيدة بالروح بالدم، ألوم حظي فما للصوت أصداء، وما لعطش الخريف المكتوي ماء. ألوم حظي فما للصوت أصداء، وما لعطش الخريف المكتوي ماء. كأننا لم نكن أبطال شارعنا أمام أصواتهم والظهر جرداء. تعير الشمس في العليا أن احترقت من هول ما جرعتها قبل ظلماء. تعير الشمس في العليا أن احترقت من هول ما جرعتها قبل ظلماء. وما لتلك الشموس اليوم من رمق سوى دموع أسى صبته خنساء. لكنها دفنت في العزم في العظم ذاكرة، فتلك ثورتنا عصماء عنقاء. لكنها دفنت في العظم ذاكرة لكنها دفنت في العظم ذاكرة، فتلك ثورتنا عصماء عنقاء. تلومني أنني لازلت معتمرا ثوب الجنون الذي أشقاه إدماء. يا الله. وأنني ما شفاني الله من وطن ما عاد يصلحه ناس وأشياء. وأنني ما شفاني الله من وطن ما عاد يصلحه ناس وأشياء. تلومني أنني ما زلت معتمرا ثوب الجنون الذي أشقاه إدماء. وأنني ما شفاني الله من وطن ما عاد يصلحه ناس وأشياء. من ذاق حلو الهوى استحلى نوائبه، فكف عني فعين العشق عمياء. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. وداوني بالتي كانت هي الداء. لا فضاء فوك يا سمية، الذي ترجينه من الشعر؟ أرجو أن يظل بخير وأن يسامحنا، لأننا نمر في حياتنا على المستوى الشخصي. على مستوى الشخصي ما الذي تبحثين عنه؟ أرجو أن يسامحني الشعر. هل هذا اعترف بأنك مقصرة؟ نعم طبعا طبعا. الحياة أصعب بكثير من أن تكون شاعرية دائما. أحيانا نحتاج أن نكفر أحيانا ونلحد. بماذا؟ نكفر بالشعر طبعا لكي نكون واقعيين، لأن الحياة ليست ذات متسع أحيانا كثيرة وغالبا، لكنه يستحق أن نسلم قلوبنا ونوجه أعيننا إليه دائما. نتوب بين فينة وأخرى. الحياة أكبر بكثير من الدراما للأسف، وأقسى على الشعر مما نتخيل. أنا كنت في بداية عشرينياتي مكثرة، يعني
يكاد يكون لي جلسة يومية مع الشعر كتابة أو قراءة أو كذا، لكن بعد أن ازدادت المسؤوليات في الحياة أراني أغيب وأهجر وأعود، ولكنه مخلص ويتفهم. عسى أن تردي إليه ردا جميلة يا سمية. وقبل القصيدة الأخيرة أريد رسالة منك إلى الوطن الذي تنتمين إليه، فلسطين البداية فلسطين والنهاية. فلسطين كوني بخير يا فلسطين، لأننا لن نكون بخير إن لم تكون كذلك. نحن لا نستطيع أن نخرج منك بأي حال، وإن ابتعدنا وإن خرجنا هناك بقعة أحسنت تقع على ملتقى آسيا بإفريقيا، مقدسة صلى أحسنت فيها كل الأنبياء. لا يمكننا أن نخرج من فلسطين إلا إن خرجنا من أنفسنا. الروح هذه حين تخرج كل منا يحمل فلسطينه الخاصة بين جوانحه ويكون سفيرها أينما حل وحيثما ارتحل. فلسطين البداية والنهاية، وهي نهاية مفتوحة على بدايات جديدة أكثر إشراقا. هذه مسؤولية جديدة، نعم. مسؤولية أن تكون فلسطينيا في الغربة، أنت بحاجة إلى تضامن العالم معك، وإذا أخطأت خطأ لن يقول سمية هذه التي أخطأت. تحاول أن تكون كما أنت الفلسطيني ابن فلسطين التي ربتك، متمثلا قول المتنبي: لا أشرئب إلى ما لم يفت طمعا، ولا أبيت على ما فات حسرانا، ولا أسر بما غير الحميد به، ولو حملت إلي الدهر ملآنا، وهكذا كنت في أهلي وفي وطني. إن النفيس نفيس حيثما كان. إن النفيس نفيس حيثما كان. إلى ختام هذه الحلقة، وقبل الختام قصيدة أخيرة، تفضلي يا سمية اختاري ما تحبين، وإن بقي وقت أسألك سؤالا أخيرا، تفضلي. فلسفة: البرايا حفاة جميعا، ونحن قليلون في بعدنا، وكثيرون في بعضنا ليحترق. زمان عنيف ولم يبق فيه رصيف، وعمر قلق. وشلال أفراحنا تستفز براءته وردة ونسيم عبق. وتكسرنا ورقات الخريف كأننا نلونها صفرة حينما تفترق. ولا وقت إلا لفلسفة الورد، لا وقت نهدره في السقوط، لأن السنين به تنسرق. بنا أمل لم يكن في سماء الأمان حييا، تجنحه الشمس كل صباح، وتبعثه في يد الدهر حيا، وحين تعثره اللكمات يقول لطعم المواجع: هيا نجرب كل الذي قد خشينا، فنزداد جرحا فجرحا يقينا، تداس حدائقنا بالبلايا، فنبعث من نارها ملهمين. تداس حدائقنا بالبلايا فنبعث من نارها ملهمين، تربي حرائقنا الفهم فينا، وتكثر في روحنا الياسمين. فيا نار مهلا لأن نبيا من الصبر فيك، فصوني نبينا. وهذه أختم بها، سميتها ثقافة الفل. هاروت ليس بساحر إن لم يعش كالفل، في الليل يثمله السكون وفي الصباح الطل. لولا تعلم عالم البشع البياض وسحره، كيما يقد سواده. إن البياض العقل. إن البياض العقل. رسالة إلى عموم الأدباء العرب من أجل قضايانا التي ينبغي أن يكافح وينافح في سبيلها. ماذا تقولين؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، إنا رادوا بلدانكم وحرياتكم إليكم، وجاعلوها من المرسلين للعالمين. يا رسالة السلام، رسالة الحرية، رسالة الثبات على الحق. إذا صدحت بالحق فأنت ميت، وإن لم تصدح بالحق فأنت ميت. إذا نصدح بالحق ومت شريفا فيما بعد. سمية أبو عيطة، كانت رحلة ثقافية شعرية أدبية فلسطينية بامتياز مميزة. شكرا. رفقتك أرجو للحياة أن تكون كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات مجددا. إن شاء الله أتشرف بكم في أي وقت. شكرا لكم بك. شكرا لقناة الرافدين، للجمهور العراقي والعربي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل بإذن الله وحوله وقوته
يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، ومن يدري ربما كانت شاعرة. وحتى ذلك الحين لكم مني أسمى التحيات، دائما كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.